في لقطة أثارت السخط في الشارع الرياضي الأوروبي، كاد كيليان إمبابي مهاجم باريس سان جيرمان أن يتسبب في أزمة كبرى خلال مباراة ميتس، بالمباراة التي فاز بها الفريق الباريسي بهدفين لهدف محتلا بها صدارة الدوري الفرنسي في الجولة السابعة من الدوري. وفي الدقيقة 82 كان الحارس الجزائري ألكسندر ينتظر أن يرد له الكرة بعدما أخرجها فريق ميتس لعلاج اللاعب المصاب، لكن كيليان إمبابي نسف الروح الرياضية وخدع الحارس الجزائري بكرة ساقطة من مسافة 40 ياردة، ولكن تصدى لها الحارس الجزائري ببراعة وبصعوبة، وصاح الحارس الجزائري بغضب شديد في وجه المهاجم الفرنسي الذي كان أن يحاول أن يمنح فريقه هدف التقدم، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل، إلا أن نيمار تدخل للدفاع عن زميله ودفع الحارس الجزائري في صدره ليحصل اللاعب البرازيلي على بطاقة صفراء، وفاز الفريق الباريسي كما قلنا بهدفين مقابل هدف. يعني مبابي في هذه المباراة